ان انا زي ما قلت لحضراتكم انا عندي بالعقل عندي مباراه يوم. بلاش نتكلم عن النادي الاهلي وبلاش نتكلم عن مباراه افريقيا للنادي الاهلي وبلاش نتكلم عن الصعوبه وبلاش نتكلم ان احنا بنلعب كل 3 ايام مباراه، لكن انا عندي يوم 25 مباراه اهم مباراه في هذا الموسم بالنسبه لمنتخب مصر، مباراه يوم 25 وبعدها بعد 4 ايام مباراه ثانيه اهم، ثاني اهم مباراه في الموسم بالنسبه لمنتخب مصر، ومع ذلك انا بضغط على كل لاعبي، لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك ولعيبه بيراميدز ولعيبه المصري ولعيبه بقيه الفرق عشان يوصلوا يوم 25. ما اعرفش يفكر يعني صاحب القرار بيفكر ازاي، يعني ايه المشكله لما كنت تاجل مباراتهم 8 اللي هي بيراميدز وتخلي الاهلي يلعب يوم 12 ويوم 18 في افريقيا وتخلي بقيه الفرق اللي بتلعب في افريقيا بتلعب وهي مستريحه، كان هيحصل ايه؟ كان هيفرق معاك اسبوع يعني بدل ما تخلص الدوري 20 مثلا، انا ما اعرفش هتخلص الدوري 20/8 كنت خلصته 28/8 ولا 27/8 هيحصل ايه يعني؟ هيحصل ايه؟ ولكن وقفتك مع كل الفرق اللي بتلعب باسم بلدك هي ده الاهم، وجهه نظري دي مش وجهه نظري دي وجهه نظري، وجهه نظر البرنامج بنتكلم فيها مع حضراتكم ازاي نوصل لحل منطقي في هذا الامر، حضراتكم شايفين ان المباراه ما تتاجلش هتبقى بالنسبه لي علامه استفهام، لكن ما هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ الواحد هيعمل ايه؟ هنقول